يعني ينضم إلينا العميد محسن خسروف، وهو خبير عسكري يزودنا بخبرته في هذه النقطة. مساء الخير عميد خسروف. مرحبا. لم أسأل بعد أستاذ محسن، تسمعني هكذا جيدا؟ أنا لم أسمعش الحوار بينكم على الأطفال، أعرف ما هو الموضوع. موضوعنا هو التعزيزات العسكرية التي وصلت إلى مأرب، واستعدادات الحوثي أيضا في صنعاء لهذه التعزيزات. بداية أسألك أستاذ محسن، ما هي أهمية التعزيزات هذه التي تصل إلى مأرب عسكريا؟ تعزيز القدرة القتالية للقوات المسلحة الوطنية أمر هام، خاصة وأن ميليشيا الفاشية قد اختارت الحرب ورفضت كل سبل السلام. وحينما تتعرض لهزائم نكراء في ميدان المعركة تلجأ إلى خصف المدنيين، وحينما لا يوجد ذلك تبحث عن حلول بشروطها هي وبوضعها الحالي، وهي تحتفظ بسلاح القوات المسلحة وبعاصمة الدولة وبالمركز، بمعنى أنها اختارت الحرب. لذلك فإن تجهيز القوات المسلحة الوطنية والمقاومة الشعبية بالأسلحة والعتاد اللازمين لها وبشكل مكثف ونوعي وباستيعاب يمثل المسألة هامة في نقل المعركة نقلة نوعية نستطيع من خلالها الوصول إلى استعادة الدولة واستعادة العاصمة واستعادة مؤسسات الدولة بشكل عام. فهذه نعتبرها يعني عمل أو إنجاز لقيادة الدولة والتحالف. طيب سيدة العميد، هناك من يرى أن من الصعوبة تحويل جبهة مأرب إلى جبهة هجوم بسبب التضاريس المحيطة بها، خاصة وأن محيط مأرب يتميز ربما بتركيبة قبلية يرى البعض أنها ما زالت موالية لقوات المخلوع علي عبد الله صالح، أرحب وجدعان وجهام ملهم، هذه المناطق، ما رأيك؟ والله هالمسألة نسبية، يعني لا هو للوب المطلق ولا معادين له بالمطلق يعني، لكن الامر يختلف عن تعز واب وشبوه وابيان والى اخره. اما مأرب هي قلعه صمود في وجه هذه الميليشيات ورفضت القبول بها. يعني المعارك على اطراف مأرب في محاوله لاستعادتها لكن هيهات. بقيه المناطق التذمر في اوساطها، خاصه بعد ان خابت امال الناس فيما كانوا قد عقدوه على الحوثيين حينما رفعوا ثلاث شعارات: اسقاط الجرعه القاتله واسقاط الحكومه الفاسده وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. فلم يسقطوا الجرعه واسقطوا الدوله ودمروا مؤسساتها ولم ينفذوا مخرجات الحوار الوطني، خابت امال كثير من الناس. يعني هناك الان في صنعاء او نقول في اقليم عزال من يبدي تذمرا شديدا من الحوثيين. المساله تريد بس استنهاض هذه القوى، استنهاض هذا التذمر، تحويله الى فعل سلبي، الى فعل ايجابي انا اسف. سيقوض الناس مضاجع الحوثيين، وستكون القاسمة الظهر الكبرى والانطلاق حينما يتم تطهير تعز بالكامل. طيب حينما تستولي المقاومه الشعبيه والقوات المسلحه على تعز وتصبح المقاومه فيها اتصال جغرافي ارضي مع اب، والمقاومه في اب وفي الضالع وفي لحج وفي تهامه، ستصبح المسألة تحدث تغير نوعي في نشاط وعمل المقاومة، سيؤثر هذا بشكل مباشر على عمل المقاومة ونشاطها في غزة، وسيكون دافع أقوى لأن من مخرج. طيب سيادة العميد، يعني هناك من يرى أن تحويل مأرب أيضا إلى جبهة هجوم لتحرير بعض المناطق مثل صعدة وصنعاء والجوف أيضا ربما يخفف الضغط بشكل كبير على تعز بتشتيت جهود الحوثيين بفتح أكثر من جبهة، ما رأيك؟ الحوثيين يحاولون الآن أن يفتحوا أكثر من جبهة ليخففوا على أنفسهم الضغط في تعز، هذا مسألة ما فيها شك، لكن المقاومة تأبى إلا أن تعيد السيطرة على تعز بالكامل. وأنا أؤكد من هنا يعني أن هذه الميليشيات منهزمة، وأن تعز عما قريب ستصبح تحت السيطرة الكاملة للدولة الشرعية وللمقاومة الشعبية الوطنية وللقوات المسلحة التي ستصبح الإطار الأوسع للمقاومة ولكل المقاتلين. وهذا يعني سيكون له شأن آخر، وسيكون سيكون الميليشيات الحوثية في وضع
اكثر سلبيه وستدهور قدراتهم وسنرى عما قريب. اذا سياده العميد محسن خسروف الخبير العسكري، شكرا لكم، كنت معنا عبر الهاتف.